السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، عدنا والعود أحمد، عدنا من جديد في درس جديد وفي نشاط جديد في مادة الرياضيات. درسنا اليوم هو جدول الضرب في خمسة. جدول الضرب في خمسة الرياضيات، وافتحوا الصفحة 121. أحضروا كتاب الرياضيات وافتحوا الكتاب وافتحوه على الصفحة 121. جيد. للاحتفال بالمولد النبوي حضرت مريم شموعا. أعيد، للاحتفال بالمولد النبوي حضرت مريم شموعا. إذا كم شمعة حضرت مريم؟ كم شمعة حضرت مريم؟ نشاهد الآن مع بعض. خمسة خمسة خمسة. إذن لدينا ثلاث مجموعات. جيد، في كل مجموعة خمس شموع. في كل مجموعة خمس شموع. نستطيع كتابتها بهذا الشكل. الشكل الأول خمسة زائد خمسة زائد خمسة، والشكل الثاني خمسة ضرب ثلاثة، بمعنى خمسة ثلاث مرات. سنتحصل على نفس النتيجة، خمسة زائد خمسة زائد خمسة كم يساوي؟ يساوي خمسة عشر. جيد، وخمسة ثلاث مرات نفس الشيء، خمسة عشر. إذن عندما نقوم بعملية الجمع أو نقوم بعملية الضرب، يعني سنجد نتيجة واحدة لا مفر منها. الآن سنذهب إلى جدول الضرب إلى الجهة اليسرى، تابعوا معي. لدينا خمسة في واحد، خمسة في واحد يساوي خمسة. خمسة في اثنان يساوي خمسة زائد خمسة ويساوي عشرة. خمسة في اثنان عفوا يساوي خمسة زائد خمسة ويساوي عشرة. خمسة في ثلاثة يساوي عشرة زائد خمسة ويساوي خمسة عشر. هنا ماذا فعلنا؟ هنا نضيف خمسة إلى النتيجة السابقة، معناها خمسة في ثلاثة يساوي عشرة، هي نتيجة الخمسة في اثنان، صح ولا لا؟ أضفنا لها خمسة وتصبح لنا خمسة عشر. خمسة في أربعة، خمسة في أربعة يساوي خمسة عشر زائد خمسة ويساوي عشرون. النتيجة السابقة لخمسة في ثلاثة هي خمسة عشر، أضفنا لها خمسة لتصبح عشرون. إذن خمسة في أربعة يساوي عشرون. خمسة في خمسة يساوي عشرون زائد خمسة ويساوي خمسة وعشرون. خمسة في ستة يساوي خمسة وعشرون زائد خمسة ويساوي ثلاثون. خمسة في سبعة يساوي ثلاثون زائد خمسة يساوي خمسة وثلاثون. انظروا، في كل مرة نحن نضيف خمسة. خمسة في ثمانية يساوي خمسة وثلاثون زائد خمسة ويساوي أربعون. خمسة في تسعة يساوي أربعون زائد خمسة ويساوي خمسة وأربعون. خمسة في تسعة. إذن نمر إلى التالي. ساعد مريم في إتمام جدول الضرب في خمسة. سنساعدها. لدينا هنا خمسة في واحد، خمسة في واحد. لدينا مربع واحد في عمود واحد، عفوا خمس مربعات في عمود واحد. نكمل. خمسة في اثنان، لدينا خمس مربعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في عمودين، عمود الأول عمود الثاني. لدينا خمسة في ثلاثة، خمسة في ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مربعات في ثلاث أعمدة، واحد اثنين ثلاثة خمس أعمدة، عفوا ثلاث أعمدة. لدينا هنا خمسة في ماذا؟ إذن نعد مع بعض.
خمس مربعات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في أربعة أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أعمدة. أين هنا خمس مربعات؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. كم عمود لدينا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، إذن خمسة في خمسة. سنمر مع بعض إلى أنجز، ولكن أكمل وواحد واثنان ستقومون أنتم بحلهم لوحدكم. سأمر معكم إلى ثلاثة، معناها رقم ثلاثة، تابعوا جيدا. الآن سنحسب كل جمانة باللون المحدد لديها. لدينا جمانات باللون الأحمر وجمانات باللون الأخضر. أولا نعود إلى جدول الضرب أو نحسب بأصابعنا. لدينا هنا أربعة أو خمسة علب من ثماني جمانات، معناها يوجد في كل علبة يوجد خمس علب، إذن في كل علبة من المجموعة الخامس من المجموعة الخمسة ثماني جمانات، معناها في كل علبة يوجد ثمان جمانات. خمسة في ثمانية كم يساوي؟ خمسة في ثمانية معناها خمسة ثمان مرات. قلنا خمسة في ثمانية أو ثمانية في خمسة نفس الشيء، الضرب تبديلي، خمسة في ثمانية أو ثمانية في خمسة نفس الشيء. إذن خمسة ثمان مرات كم يساوي؟ خمسة زائد خمسة يساوي عشرة، زائد خمسة خمسة عشر، زائد خمسة خمسة عشرون، زائد خمسة خمسة وعشرون، زائد خمسة ثلاثون، زائد خمسة خمسة وثلاثون، زائد خمسة أربعون. إذن خمسة في ثمانية يساوي أربعون، خمسة ثماني مرات تساوي أربعون. جيد، إذن عدد الجمانات الحمراء هو أربعون، ولدينا أربع جمانات من أربع جمانات، معناها علبة واحدة من أربع جمانات خضراء. إذن علبة واحدة بمعنى واحد، واحد في ماذا؟ في أربعة، أي أربع جمانات، واحد في أربعة يساوي أربعة. إذن عدد الجمانات الخضراء هو أربعة. الآن سؤال يقول أحسب عدد أو مجموع جمانات إيمان. مجموعها أربعون زائد أربعة يساوي أربعة وأربعون. إذن مجموع جمانات إيمان الخضراء والحمراء معا هو أربعة وأربعون. تلاميذي الأعزاء، لقد انتهى درسنا اليوم الذي هو ضرب في خمسة، جدول الضرب في خمسة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درسنا هذا. نلتقي مجددا في حصة جديدة إن شاء الله. لا تنسوا أنجز، أكمل واحد واثنان على كراسة المحاولات. أترككم بخير وسلامة، وألتقيكم إن شاء الله أيضا بخير وسلامة. دمتم سلام.